وينضم معنا من إسطنبول صلاح الدين العواودة المختص بالشأن الفلسطيني. أهلا ومرحبا بك أستاذ صلاح الدين. بداية، هيئة شؤون الأسرى تؤكد أن البرد الشديد ينهش أجساد المعتقلين في مركز توقيف عطسيون الصهيوني، لماذا تلجأ سلطات الاحتلال لهذه الإجراءات ضد الأسرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الحقيقة أن قوات الاحتلال عادة، وهذا أسلوبها ومنهجها في التعامل مع الأسرى، خصوصا المعتقلات التي على شاكلة معتقل عطسيون، وهو معتقل تحت إدارة الجيش والشباك جهاز التحقيق مباشرة. هذه المعتقلات دائما ظروفها سيئة تاريخيا، هذا الوضع هو القائم في مثل هذه المعتقلات، زيادة أضعاف عما هو في مصلحة السجون أو في السجون المركزية داخل الكيان الصهيوني. هذه المعتقلات الموجودة في أكثر من مكان في الضفة الغربية وليس في الداخل المحتل، تخضع لإدارة الجيش والشباك، وهي أماكن للتحقيق عموما وللتعذيب، وهذه أكثر أماكن يتم يعني غياب القانون عنها وغياب الرقابة، وبالتالي يتم انتهاك الأسرى وحقوقهم بشكل متكرر ومستمر، وبالتالي تحتاج هذه الأماكن إلى زيارات وحملات من حقوق الإنسان ومن الصليب الأحمر للوقوف على أوضاعهم ولمساعدتهم، لأن بين قوسين هناك منظومة قانونية في الكيان الصهيوني اعتاد الأسرى على التعاطي معها لتحصيل بعض الحقوق ولحياة مقبولة ومعقولة، ولكن هذه البؤر بعيدة عن هذه السلطة للقانون، وبالتالي يتم انتهاك حقوقهم أكثر من أي مكان آخر. إلى أي مدى أثرت الخلافات الفلسطينية الفلسطينية على ملف الأسرى وعلى ملفات أخرى أكثر إلحاحا، لا سيما القدس وصفقة القرن؟ الحقيقة أنه تأثير كارثي، يعني موضوع الخلافات الفلسطينية والنزاع الفلسطيني هو تأثير كارثي على القضية الفلسطينية برمتها، وكان على مدار العقود الماضية موضوع الأسرى موحدا للفلسطينيين، ولكن الخلاف في السنوات الأخيرة وصل إلى يعني مستوى لم يعد يعرف محرمات، لم يعد يعرف أن هناك قضايا وطنية أكبر من الخلافات وقضايا وطنية توحد الفلسطينيين، وهذا الخطورة، هذا جانب الخطر في الأمر، أن قضية مثل الأقصى لم يعد أحد ينتبه لها، قضية مثل الأسرى لم يعد أحد ينتبه لها. الخلافات والنزاع وصل إلى العمق، وصل إلى جذور القضية الفلسطينية وإلى قضاياها الحيوية والرئيسية، وهذا يعني داعي للتوقف ولتوجيه أسئلة لقيادات الشعب الفلسطيني بكامل انتماءاتها وكامل برامجها السياسية. أين أنتم من القضايا الوطنية؟ كل الفترة الماضية نسمع فقط عن خلافات ونزاعات حول المصالح الحزبية لكل فريق، وتضيع القضية الوطنية في بين الرجلين. طيب، اتجاه الأمور للتصعيد بهذا الشكل، هل يعني القطيعة التامة؟ وكيف يمكن إنقاذ القضية الفلسطينية من تبعات تغيير الخارطة السياسية والتحالفات في المنطقة؟ الحقيقة الحل الوحيد هو إصلاح النظام السياسي الفلسطيني. لا يمكن أن ينهض الفلسطينيون بدون إصلاح نظامهم السياسي الفلسطيني، ولكن للأسف التيارات الفلسطينية الفاعلة ليست كثيرا معنية بإصلاح النظام السياسي الفلسطيني، كل بما لديهم فرحون، يعني من يملك سلطة في الضفة الغربية فرح بما لديه، من يملك الشرعية الدولية من خلال منظمة التحرير والتي تحظى باعتراف دولي يظن بأنه يملك كل شيء وفرح بهذا الجزء الذي يملكه، وما تملكه المقاومة على الأرض من سيطرة على قطاع غزة أيضا هذا الفريق فرح بما لديه من سلطة، وبالتالي يرفض هذا التنازل ويرفض هذا الطرف الآخر بالتنازل، ولا يوجد مكان في الطريق اللي يمكن الالتقاء فيه، وبالتالي هذا تأثير سلبي أو لا ذو تأثير سلبي كبير على القضية الفلسطينية. نأمل يعني أن تنتصر لغة العقل في يوم من الأيام لدى الطرفين، وخصوصا لدى القيادة الرسمية في الشعب الفلسطيني، لأن القيادة الرسمية في النهاية أيضا لديها من القدرات أكثر، لديها من
الإمكانيات وفق علاقاتها الدولية للتأثير أكثر في الواقع الفلسطيني ولاحتواء الشعب الفلسطيني جميعا وعدم تعميق الانقسام. فنحن نرى أن خطوات من طرف واحد تتم خصوصا من السلطة الفلسطينية الرسمية بقيادة محمود عباس الذي يقطع العلاقة بالتدريج مع قطاع غزة مما يعمق الانقسام ويقسم الشعب الفلسطيني، وهذا زيادة عن الانقسام السياسي. نعم. يعني الانقسام السياسي والخلاف السياسي موجود منذ سنوات، ولكن الآن ما يتم على الأرض ومن إجراءات جديدة يعمق الانقسام على مستوى الشعب، يعني وكأنه يقول لأن الشعب الفلسطيني الموجود في قطاع غزة هذا ليس من الشعب الفلسطيني الموجود في الضفة الغربية، وبالتالي هذا جانب آخر من جوانب الخطورة التي تهدد القضية الفلسطينية برمتها. نعم، المختص بالشأن الفلسطيني الأستاذ صلاح الدين العواودة، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.